محمد بومهيدي فاعل جمعوي يعني مواكب لمستجدات حالات يعني إصابة وكذلك يعني مستجدات كوفيد كورونا بمدينة العرائش. اللي قلنا يعني مستجدات ديال هذا الحدث يعني أخص اليوم حالة الشفاء استمثلت اليوم للشفاء، يمكن تقولنا كلمة في الموضوع. صراحة خبر سعيد بالنسبة للعريشيين بالنسبة للمغاربة كاملين، الناس اللي عايشين للأعصاب ديالهم فعلا حنا كنمروا بواحد الظرفية صعيبة. الأمل في الله سبحانه وتعالى وفي مجموعة ديال الظروف اللي كنشوفوا دابا الآن كاينة واحد الأمل، واحد مجموعة ديال الحالات ديال الشفاء. هذا لا يعني بأننا حنا نستهتروا أو لا نخرجوا من ديورنا أو لا نعطيو الفرصة، لأننا بلا ما ناخذوا الاحتياطات بلا ما ناخذوا التدابير الوقائية، هذه فرصة على أساس أن كما كاين الدواء فعلا الأطقم الطبية ولا التمريضية داروا واحد المجهود على مستوى مستشفى إقليمي كأول حالة اللي ديكلارات هي خرجت، في انتظار الحالتين الثانيتين اللي نتمنوا من الله أنها تكون نفس النتيجة تكون سلبية ويكون واحد المورال شوية يطلع للناس. فعلا الناس عايشة على الأعصاب لكن الناس اللي في وضعيات مختلفة، نطلب الله أنه يكون القادم الأيام هو رسالة هو أمل للجميع، وما نبقاش نسمعوا بأن ارتفاع الحالات، لأن فعلا اللي كيرتفع بها الحالات فعلا هو حالة اللي كتأثر أو مؤشر اللي نقدر نقول لك بأن فعلا مؤشر ماشي في المستوى. لاحظنا بأن يعني السلطات وكذلك يعني الإدارة يعني الإقليمية ديال المستشفى يعني حرصت على عدم تشهير يعني بحالات يعني اللي خرجوا من المستشفى بحيث خرجوا من الباب الخلفي، يعني شنو تقولنا على هذه العملية يعني اللي كتحترم يعني الخصوصية وكذلك يعني تجنب تشهير بهذا الشخص هذا؟ هو الشخص حدد رجل مزيان درويش في المستوى، رجل اجتماعي ورفض العمل فرضات واحد أنه تصاب، ممكن إحنا كاملين ممكن أن نكونوا في هذه الوضعية، هذه نطلب الله شفاء الجميع. وأصلا الإجراء الدار طبقا استشارة مع المسؤولين ديالهم شيء راه المسألة اللي هي معروفة في الظرفية هذه، هو يعني هي كتخص أي شخص يعني ضروري احترام الخصوصية وعدم تشهير يعني بالأشخاص يعني وإعلان يعني نشر الصور كذلك. هو أن الصورة لاحظتي أن في جميع المدن تم تصوير هذيك الحالات ديال الشفاء، ربما الخصوصيه ولا طبيعه المهنه ديال الشخص تنسيق مع الاداره ديالو ربما هو اخذوا هذا القرار، هذا يحترم. والهدف والاسماء ولا اللي جينا عليه كاملين هو ان احنا فرحانين بان فعلا من داخل مدينه العريش من داخل المستشفى الاقليمي لاله مريم من داخل واحد مجموعه ديال التراكمات على هذا المستشفى هذه قدرنا اننا اليوم نعطيو واحد بذره امل، نعطيو للناس ان فعلا المستشفى ممكن ينتج واحد ثقافه اخرى، ثقافه ديال التضامن، ثقافه ديال التطبيق، ثقافه ديال الحق في العلاج. وبالصفة خاصة يعني تعبئة وسائل الإعلام المحلية وكذلك الوطنية التي واكبت يعني الحدث أول حالة للشفاء بمدينة العرائش التي تم يعني خرجت يعني للتو من المستشفى، يعني شنو قلنا على التعبئة التي يعني وسائل الإعلام لتقديم يعني المعطيات والأخبار يعني من يعني سواء من مصادر أو من متابعة يعني مستمرة ومباشرة من عين المكان. الإعلام سلاح ذو حدين، كما كنشوفوا بان الاعلام كيقول بان هناك وجود حالات ديال الاصابات، الاعلام اليوم كيقول بان الامل كاين، ايمان الامل في العلاج، الامل في اتخاذ التدابير الصحيه، الامل في البقاء في الحجر الصحي. ونوعدكم بان اذا مشينا كملنا على الاجراءات اللي دارتها الدوله المغربيه ولا مجموعه ديال المتداخلين اكيد اننا غنتغلبوا على كورونا وعلى يمهات كورونا. شكرا سي مهدي فاعل جمعوي.